يلا اللي بعده. هذا بينكتب اكس تساوي 1 على 3 بالأس 10، وهذا بينكتب واي تساوي 1 على 3 بالأس 12، واللي بعده بينكتب 1 على 3 بالأس 20. مين هو البسط المقام الكبير هون؟ يعني أكبر واحد كل الكسر كله هو إكس لأنه صاحب المقام الأصغر، صح؟ معناتها إكس بعدين واي لأنه هو أصغر كمان، وآخر شيء مين؟ زد، صح؟ كل ما نكبر المقام شو بصير بالكسر؟ بيصغر. طيب هون أول شيء هذا العدد فوقه سالب، وشوفي فوقه هون؟ زوجة، معناتها هذا موجب ولا سالب؟ هذا ما في فوق شيء، بضل سالب وهذا سالب، معناتها فورا بعرف انه من هدول الثلاثة في واحد موجب. اي واحد هذا؟ هذا؟ السالب شو في فوق السالب؟ وينه؟ أربعة. الأربعة في فوق 2 مو فوق السالب. في فرق بين ناقص 2 بالأس 4 وبين ناقص 2 بالأس 4. هي 2 هي بالأس 4، أما هون ناقص بالأس 4 و2 بالأس 4. تمام؟ معناتها هذا المقدار سالب بس ما في فوق الا مين؟ الا ثلاثة. معناتها فورا بعرف مين هو اكبر واحد بهذول؟ الموجب شو من كان؟ الموجب هو الاكبر طلع برا. هلا هذا شلون بينكتب؟ سالب 2 بالاس 12، وهذا مين بيعرف شلون بينكتب؟ شلون بينكتب هذا؟ يلا 4 بالاس 3 ايش قال؟ 64، 2 بالأس 64. طبعا الكبير فيهم مين هو؟ هو بالعكس الصغير لأنه هذا سالب، صح؟ أقول إكس بعدين زد. خليك معي سعد راح نخلص، خلص هدول الاثنين بعطيكم الاستراحة. هون عندي 1 على 2. هون عندي 1 على 2، هون عندي 1 على 2، ما عندي مشكلة. صاحب الأس الكبير هو الصغير، صح؟ ما هيك؟ مو هذا كسر أصغر من الواحد؟ مثل ما ناقشنا الفكرة قبل شوي، كسر أصغر من الواحد، صح؟ لأنه أصغر من الواحد فكل ما نكبر الأس بيصغر العدد. فهمنا؟ مين هو أكبر واحد بين هدول؟ بالأسس عم بحكي. واحد على ثلاثة هي الأكبر، معناتها هو شو بيكون؟ الأصغر، صح؟ كل ما نكبر الأس شو بصير بهذا الكسر؟ بيصغر. إيه ليش؟ لأنه أصغر من الواحد. مثل وقت قلنا واحد على اثنين للتربيع وواحد على اثنين للتكعيب. كان هذا اكبر صح؟ مع انه قصه اصغر. فهون طبعا هو مرتب هذا. مرتب. اوكي؟ اخر واحد. هون اذا طلع ابراهيم على هذا التمرين طبعا ابراهيم شو بيلاحظ؟ شو بتلاحظ؟ مين بيلاحظ شغلي هون؟ الأس. شو الأس؟ لا. الأس فيه شيء مشترك اللي هو ال 14. لا المشترك هو ال 14. يعني شوفوا هذا بينكتب 5 بالأس 2 بالأس 14، وهذا بينكتب 3 بالأس 3 بالأس 14، وهذا بينكتب 2 بالأس 4 بالأس 14، صحيح؟ فباخذ جزء ال 14 يعني بشيل 14 مع انه مشترك ما بتلعب دور، بشيلها. مين بضل؟ بضل هذا 25 وهذا 27 وهذا 16. مين الصغير فيهم؟ سي، بعدين مين الصغير؟ 25، بعدين الكبير 27. تمام؟ تمام اتفقنا؟ اكتبوا لي هذا التمرين وخذوا استراحة ربع ساعة. استاذ تفضل. ممكن تعيد رقم 50؟ حاسس نفسي ما فهمته. 28 هي 2 بالأس هي 2 وضرب 14، 42 هي 3 ضرب 14.